تتواصل فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2023. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا على الهواء مباشرة مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، لك أن تطلعين على أبرز فعاليات اليوم بمعرض إيجيبتس 2023. بعد التحية، بالفعل نتابع معكم الفعاليات المستمرة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول في نسخته السادسة. هذه النسخة التي بدأت منذ أمس بعد الافتتاح الرسمي الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر حتى الغد أي 15 من شهر فبراير الجاري، وذلك تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط لدعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام. كما ذكرت، هذه الدورة تحظى باهتمام رئاسي عن طريق حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح هذه النسخة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، والذي أكد خلال الافتتاح أن مثل هذه الفعاليات والشراكات ستؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا ستقوم بتخفيف الطلب على الغاز لأوروبا خلال الفترة المقبلة عن طريق الشراكات التي تتم، وأيضا الاكتشافات المرتقبة في المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذه النسخة، فيعني هذا المؤتمر له أجندة موسعة بتتمثل في خمسة محاور رئيسية، هي المحور الاستراتيجي والفني والتمويل والاستثمار، المساواة بين الجنسين، والاستدامة في الطاقة. هذه المحاور تتم عن طريق ما يقارب من 65 حلقة نقاشية تجمع أكثر من 2000 مفوض، إلى جانب 260 من المتحدثين يعرضون الرؤى والأفكار التي تتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، هي الاقتصادات الجيوسياسية والعالمية، وتحول وحلول الطاقة، والجيل القادم من النظم البيئية للبترول والنفط والطاقة. أيضا يسلط المؤتمر الدور على الدور المتعاظم لشمال أفريقيا والبحر المتوسط في أيضا دعم العرض والطلب على الطاقة العالمية. شكرا لمراسلة التلفزيون المصرية جرمين إبراهيم، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.